صباح الخير متابعينا في الأردن. نهار اليوم الاثنين بتضلها الأجواء بإذن الله مستقرة وأجواء ربيعية وأدفأ بقليل من يوم أمس الأحد، ودرجات الحرارة بإذن الله أعلى من معدلاتها السنوية، ولكن تتفرق الغيوم العالية في سماء المملكة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان نهار اليوم الاثنين؟ 20 مئوية مع غيوم متفرقة، والملموسة 19، ونسبة الرطوبة 55%، وسرعة الرياح 33 كم في الساعة، تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة. ننتقل الآن لتعرف كيف رح تكون درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة، ابتداء شمالا واربد نهارا بتسجل 23، ليلا 13، كل ما المفرق جرش وعجلون درجات حرارة متقاربة جدا بين 23 نهارا و20، اما ليلا بتنزل ل 12 درجة مئوية مع غيوم متفرقة باذن الله. ننتقل الآن إلى المناطق الوسطى والعاصمة عمان، 20 نهارا 13 ليلا، كل ما السلط الزرقاء ومادبة 23 نهارا وليلا بتنزل ل 10 درجات، والبحر الميت 29 أجواء لطيفة وبتنزل بالليل ل 19 درجة مئوية مع غيوم متفرقة بإذن الله. أما المناطق الجنوبية اليوم كيف رح تسجل؟ الكرك 20 نهارا 11 ليلا، كل ما الطفيلة الشوبك ومعان درجات حرارة أيضا متقاربة بين 23 نهارا و19، أما ليلا بتنزل ل 10 درجات مئوية، والعقبة أجواء لطيفة نوعا ما 29 نهارا وبتنزل بالليل ل 13 درجة مئوية مع غيوم متفرقة بإذن الله. أخيرا ننتقل إلى المناطق الشرقية، وكل ما الصفاوي أرويشد والأزرق درجات حرارة أيضا متقاربة جدا بين 25 و24 نهارا وبتنزل بالليل 11 درجة مئوية مع غيوم متفرقة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. متابعينا بدي أذكركم ما تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس، ولهون بدي أتمنى لكم نهار جميل وإلى اللقاء.